واحد اعصابه مش فيه. نعرف بعض انا وغفور من المدرسه عادي. الفكره جت لغفور ان هو نعمل تسلق حر منفرد يعني من غير اي وسائل امان. بنخطط كويس قبل ما نطلع، يعني لما نحط رجلينا او ايدينا في اي حاجه لازم نخلي بالنا. التيم بتاعنا مكون من عدد افراد، يعني انا وغفور ومونتاج مخلد معانا، ومخلد زي جندي مجهول بيعمل إديتنج على الفيديوهات بتاعتنا بس هو محدش يعرفه. أول مغامرة نطلعها مع بعض أنا وهو كانت الهرم. أصعب هرم بقى فيه هو الخفرع ده اللي احنا طلعناه، وده اللي كان إيه اللي كان لازم استعداد ليه كبير يعني. فهو بالنسبة لي الهرم أول خطوتين ثلاثة كان بتبقى مرعبة. يشجعني خلي بالك من الحتة دي مكسرة، خلي بالك الحتة دي بتفرفت، خلي بالك الحتة دي مش عارفة إيه الكلام ده. بس بس اول حته بس متابعين بعضينا في اي حاجه بتقابلنا. يا سلكه خلي بالك دي مش بس. بعد كده ببقى مرتاح ان انا طلعت مسافه وكده، فاللي هو بيبقى منظر حتى ببص حواليا، ببص هرم منقرع كده من بعيد، كان يعني كانها بعيده جدا وصغيره جدا. ما نوديش نفسنا في الخطر يعني، اللي هو بنبقى عارفين احنا هنعمل ايه. طالما دي حاجه انا ماسك فيها كويس ما اخافش نهائي. انا كنت هقع لان اعصابي وانا طالع، انا طلعت بطريقه غلط. هو كان واثق من نفسه ان هو هيكمل لاخر المواسير وكل حاجه. كنت جاي احط ايدي في اخر الماسوره فاتزحلقت، فجيت اطلع تاني جبت اخري عشان اطلع فاتزحلقت تاني، فانا كنت تعبان على الاخر ان المسافه كانت طويله. يلا اخبط بركبك في الحيطه، اخبط ركبك في الحيطه طلعها. هو هداني بطريقه حلوه خلاني كده ما اتسرعش في اي موقف. اخبط ركبك، طلع بقى رجلك اللي في بتاعك، اطلع طلع رجلك، انسى كل حاجه واطلع. فاهم اللي انا هنزل اجيبه، يلا اطلع ما فيهاش. اتشجعت قوي وبصيت الناس حواليا كانوا عمالين يقولوا لي اطلع اطلع. وقال لي كلمة حلوة اللي هو انسى نفسك، انسى الناس اللي حواليك، انسى اي حاجة. فانا كنت عملت اللي عليا اللي انا اشجعه ان هو يوصل للاخر، وهو عمل اللي عليه بكل ما يمكن ان هو وصل للاخر. كنت فرحان جدا ان طلعتها وقلت دي اصعب مغامرة بالنسبة لي. اي مكان دخل دماغنا بنطلعه على طول يعني. بتحس كده اللي انت خلاص عملت الانجاز اللي انت عايز تعمله، وكل الخوف اللي كان عندك كله بيتشال. الهدف من اللي احنا بنعمله اللي احنا عايزين نطور الرياضه في مصر، يعني حاجه مش محدش مهتم بيها، حاجه زي دي يعني محدش بيشجع فيها. بس اللي هو ايه، ادينا هو بنشجع نفسنا وبنحاول نطور من نفسنا واحده واحده يعني. لو لا قدر الله متنا طبعا هنقف يعني، دي الحاجه الوحيده اللي توقف الواحد يعني. غفور خلي بالك عشان في سلك كهرباء هنا عريان.